وصلنا غرفة الاستشارة. الحين رح نستشير أكيد الدكاترة المختصين في ماي لايف. هني كل التخصصات الموجودة تقدرون تكبشرونها، تخصصات أكثر تشعباً من اللي حطيت لكم إياها حتى أمس، لأن هني قسم خاص للبشرة وللشعر، هني علاج تبييض البشرة، هني لفروة الرأس بالأوزون، أيضاً علاج مهبلي بالأوزون، علاج تكيس المبايض، كثير أمور متشعبة موجودين هني في غرفة الاستشارة. وندخل. هلو، هاو ار يو دكتور؟ الدكاترة الاستشاريين في ماي لايف، والدكتور اللي اليوم راح يسوي لي الديتوكس، وراح يسوي لي ايضا شيء خاص للظهر. احدى المريضات هني في ماي لايف قاعد تسوي جلسة تقويم العضلات. هذه جلسة خاصة تريح حيل حيل حيل، تعيد وضع العمود الفقري الى وضع الطبيعي، صح؟ شنو تسوي يا محمد؟ استشاري ضابط العظام. استشاري في ضابط العظام ويسوي تقويم العمود الفقري. اوكي، شايفين؟ طبعا حسب احتياجكم اكيد كل واحد. شوي انا قاعد اسمع اصوات. لا بسم الله، أنا بسويها الحين وراها وخايفة، بس صراحة بسألها على مدى الراحة اللي راح تحسها بعد هالجلسة، فهي راح تحدد هالجلسة. هني جلسة تقويم العمود الفقري مع العضلات، وريتكم ساعة العمود الفقري. هني العضلات الخاصة بالرقبة، طبعا المريضة سمحت لنا بالتصوير لكن غطت وجهها. ويما أنا خايفة. يما يما وي أنا خوافة. شفتي الألم راحة؟ واو ما شاء الله. برافو. يلا الحين تقدرين تشيلين الشيء اللي عن ويهت. عندها ألم أيضا بالإيد المريضة. تنس ألبو. تنميل؟ تنس ألبو. التهاب من هنا. التهاب. أوكي. That one we are clearing. Okay. خل نشوف العلاج الحين. حسوي لها بحركة. Little pain will comes, but only little seconds. Then it will go. Okay. شنو صار؟ مبروك مبروك مبروك. صراحة استانس لما اشوف النتائج كذي حلوة. I do only a small correction, like this treatment will be given like we are giving first that massage all the things then reduce. سويت الجلسة والله العظيم توه عندي ألم برقبتي من كثر الدكتورة قالت أنتي تقعدين وايد على الكمبيوتر. قلت لها لا أنا على الموبايل وايد تصوير وسناب وهالسوالف، فصاير عندي شوية شنو دكتور بداء مو ديسك شنو انتفاخ بسيط بالضبط. فالحين توه سوالي والله العظيم شنو سوالي، قل لهم شنو سويت لي، فتشش لي كل عظامي قسما بالله راحة مو طبيعية. قل لهم شنو سويت. بس يعني تقويم، يعني تقويم العمود الفقري. خلي يقول بالانجليزي وانا ترجم. تلمي دكتور هو type of it's like marma method. You are putting that disc into normal. Like you have any pain in this? Disc, يعني العمود الفقري الوضع الطبيعي normal. Okay, and? Yeah. You have any pain in the cervical area or in the lumbar area? Yes, doctor. Yeah. If you have any pain in the cervical or in the lumbar area,
you are putting that disc into normal position, like manual chiropractic yes. method. Okay. عجيب هذه الطريقة معروفة بالكيروبراكتيك. والله أنا الحين بحط لكم واتساب محمد من أمس حط لكم يا طلبوا هالجلسة حتى الناس اللي ما عندهم آلام حتى الناس اللي يعني تحسون هم براحة فما بالكم اللي أريد يعاني من لا سمح الله ديسك أو آلام بالعمود الفقري أو بالعضلات شيء رهيب. Thank you, doctor. I love you. علاج القدمين reflexology. اللي يسوي لكم عجيب العلاج ينن. Reflexology. Please welcome. عجيب العلاج ينن. علاج القدمين هل تعاني من مشكلة في المعدة؟ هني عندهم قسم خاص للمعدة وللقولون في كل التفاصيل. هل تعاني من مشكلة في المعدة؟ هني عندهم قسم خاص للمعدة وللقولون في كل التفاصيل. هني غرفة الأوزون علاج خاص بالأوزون شايفينه عن طريق إنتاج خلايا جديدة وصحية. هذه الغرفة مخصصة للعلاج بالأوزون عن طريق الطب الهندي التقليدي. الحين جاي أسوي العلاج بالأوزون أوزون ثيرابي جروب بنات وشباب وريايل وحريم وكبتشرو لأنه وايد راح تستفيدون منه. هني مزايا العلاج بالأوزون كبتشرو عشان تعرفون كل المزايا قبل لا يبدأ الدكتور الحين بالعلاج وتشوفوني أنا ماخذ اليوم الأوزون ثيرابي. هلا دكتور أجين. Hi, I'm Dr. Mohan. I'm a cardiologist and ozone therapist. So I'm attached to my life and welcome. And now this is the ozone machine which is given as an intravenous drip as a fluid. So actually ozone is present in the atmospheric air, that is 3%, and also it is good for our health. So it protects the sunlight from entering into the earth, so it is a protective layer. So we generate the ozone here and give it as a therapeutic, rejuvenating and detoxification. And there is a burette and which is contains the saline. And there is a machine, it's a ozone generator that will be connected to the oxygen cylinder. So the oxygen will go into the ozone machine. The machine will generate the ozone, that is O3, that is a superoxide or it's a very good antioxidant. So the ozone will be mixed with the saline and it will be given as an intravenous fluid over 1 hour to 1.5 hours. So what the ozone will do inside the body is it will generate a good oxygenation and it will give you an anti-inflammatory and antioxidant effect and it will cure all the infections inside your body. So wherever the blood goes, the oxygenated or ozonated saline will go inside and improve your vitality and power, and also it will give you a structure to your skin, so the skin glowing will be more, and if you have any skin disease like psoriasis or any skin infection, it can be cured, and it will be used in heart problem or any cerebral vascular. الحين إلى غرفة تنظيف القولون ورح أسوي اليوم هالجهاز العجيب. لماذا أحتاج تنظيف القولون؟ كبتشروا بسرعة الحين يا أحلى متابعين، ليش تحتاجون تنظيف القولون بشكل دائم؟ The entire colon is cleaned through automatic system. So we have a disposable kits
the patient has to lie down here, so a small tube will be inserted into his anus and a pure water will be poured inside, so the patient has to hold the, his stomach, and once he feels like defecation, he has to pause the motion. So the entire thing will be around 40 minutes and the temperature of the water is 40 degrees and it is very safe, and also it is like a detoxification and regeneration therapy. So once in 15 days, and depends on your doctor's prescription, you can have this. So before any treatment, if you cleanse your colon, it is well and good. So your all entire treatment will work out. So this is about the colon hydrotherapy. هذا ديتوكس كامل للقولون وللجهاز الهضمي انصحكم فيه. الجلسة لطيفة خفيفة ما تحسون بأي ألم أبدا. شوفوا هذه إيدي قاعد آخذ الحين إبرة الأوزون لتجديد خلايا الجسم لطرد السموم. يعني ديتوكس كامل للجسم. مفيدة وايد للبشرة، للشعر، لصحة الجسم، للجهاز الهضمي بشكل خاص، كل شيء. وايد حلوة الجلسة، باقي شوي وخلص. قلت أوريكم إياها، هني مثل ما وريتكم وينه، تشوفونه مثل البابلز يتحول عن طريق هالجهاز الأكسجين إلى أوزون وبالتالي إلى دم. إلى دم ينتقلون إلى الدم مو يتحول إلى دم مالي تحت تأثير الإبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. slowly sister please keep going. ما تستطيع تقول. بسم الله بسم الله. الحين يركبوا لي. بسم الله. فنشت الحمد لله. طبعا هتأخذ الحين. إزالة السموم من الجسم عن طريق الأوزون يسمونها أوزون ثيرابي. حطيت لكم إياها مساعة. هني شوفوا هذه إيدي وهني وين الأوزون كاهو شايفينه مركبيليا هني هذا هو شفتوا قاعد يبقبق كنا صح زنو قاعد يبقبق. خليني اشرح لكم اللي قاعد اسويه الحين. طبعا مثل ما وراكم الدكتور في جهاز الاكسجين يحول الاكسجين الى اوزون وبعدين ينقله الى الدم. بصراحة يعني تجارب الناس اللي سووه يقولون شيء خرافي، وانا وايد مستانسة الحين اني قاعدة اسويه. تحتاجون تسوونه حتى الانسان السليم 100% وما يعاني من اي امراض محتاج إلى إزالة السموم. هني صالة العلاج الوظيفي شايفين هني المرضى. طبعا استأذناهم كلهم قبل لا نصور. مرحبا الله يسلمك. حضرتك من وين؟ من وين؟ السعودية. على راسي والله أهل السعودية منورين في بيتكم. عسى ما شر والله. برافو عليك تستاهل التمارين والدلع. ورجلك ايش فيها تعبانة؟ ايه. بسم الله عليك ايش فيك عسى ما شر؟ الف الف لا باس عليك. الف سلامة عليك. ان شاء الله تطلع من ماي لايف انت بطل الابطال. ان شاء الله يا رب. يعطيك العافية الله يسلمك. عساكم. وصلنا ما شاء الله. شوفوا ايش حالات المصحة والمنتجع والمستشفى يشوق. لحظة أخذ لكم من هني بعد
المكان ما شاء الله كبير، شوف ايش كبره تبارك الرحمن، شوفها روعة روعة روعة، حبيته حبيته حيل. هذا طبعا الفرع الثاني لماي لايف، شايفين ما شاء الله ايش كبره، هني قسم، هني شايفين قسم العلاجات، هني ما شاء الله شوف المكان ايش كبره، عن جد كبير، كلهم متخصصين على درجة عالية من الكفاءة. ينن صراحة عجيب عجيب عجيب، وايد راح تحبونه. الله شوفوا الدلع، هذه غرفتي الثانية بالفرع الثاني لماي لايف، شوفوا الدلع، شوفوا الحركات اللي مسوي لي ياها، عجيب، حبيت 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 صراحة، المكان يفتح النفس، صدق صدق يفتح النفس. والإطلالات جميلة مثل ما أنتم شايفين، حمام السباحة والخضرة والمناظر الحلوة، هني مثل ما قلت لكم الصالة الرياضية للعلاج الطبيعي، قدامها كل هالخضرة الحلوة. الحين أنا رايحة حق البشرة ان شاء الله والشعر، وراح اوريكم شنو راح اسوي عندهم. ابرك الساعات وتشرفت فيك ولبى قلبك حبيبتي يا عمري، روحي انت. والحين ببدا ان شاء الله جلسه المساج الهندي التقليدي، شايفين شلون يصير من صوب الراس، ينقط نقطه 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 من اكيد زيوت علاجيه هنديه خاصه فوق الراس، هي كلها صرات عشبية شايفينها، كلها أعشاب علاجية هندية تقليدية. هني نحط الراس فوق نقطة 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 فوق الراس، وأكيد يستخدمون معاها زيوت خاصة إنتاجهم، زيوت خاصة للمصحة هندية علاجية عجيبة، وايد حلو. بسم الله، والحين نبدي. أنا طالعة من جلسة المساج ولا منو ناطرني؟ اتحيم؟ شنو بتقول حق الناس؟ المصحة حلوة وانصحكم تجون، وتشرفت صراحة في حليمة، ومصحة جميلة جدا، و لو جيت بتنبسطون. انت تهبل انت تهبل تهبل، تام وهامسك اكيد مع الجلد والشعر والبشرة، عندهم علاجات تينن. خل ندخل ونشوف. هلو، وصلنا عيادة الجلدية. هلو دكتور، how are you؟ nice to see you. what we will do today ان شاء الله؟ إن شاء الله. يلا لستارت. قبل الجلسة يا بولي عصير جوز الهند الطبيعي علشان الروقان مع دكتورتي الجميلة The Beautiful Doctor. الجلسة طبعا راح تكون بالأعشاب الهندية خاصة هني في ماي لايف، يسوونها خصيصا وحصريا. حاليا التنظيف العميق للبشرة بالهايدرو فيشل قبل نحط الأعشاب الهندية. قاعد نحط الأعشاب الهندية على الوجه بعد ما نظفناه بالهايدرو فيشل. ما راح يروح اللون والرموش اوريدي سويتهم بالكويت قبل لا يجي عن تان بلاشز، والشفايف سويتهم تاتو عن دكتورة ميسا، فالوجه ما في ميك اب ابدا، فلتر وتاتو. حتى الحين هذا الماسك خاص في ماي لايف بكيرلا بالهند، عبارة عن أعشاب هيربل
انتي ايجينج يعني مضاده للشيخوخه، وبنفس الوقت فيها زعفران كشميري، رايت دكتور؟ يس كوركت. والحين وقت المساج العلاجي، مساجاتهم رهيبه، اتعبهم رهيبه. والحين وقت المساج العلاجي، رهيبة. صباح الخير محمد. الله يسلمك. حاليا احنا طبعا في صالة واحدة من صالات كثيرة للعلاج الطبيعي حسب الطرق الهندية التقليدية. هني طبعا تشرح لهم شوية محمد اللي ماسك انت الحين شنو؟ الحالات الذي يحتاج العلاج الطبيعي. نعم. عندنا أجهزات وصالات. لا هذا اللي ماسكه خلينا نشوفه. هذا يساعد سائل المريض أن يمشي على هذا. هذا في حالات شنو؟ يعني حتى يقدر يمشي يعني. نعم الشلل، ضمور العضلات، الديسك، الشلل الدماغي، كثير من الأمور. قاعد نوريكم بعض التفاصيل وما شاء الله في تفاصيل أكثر وأكثر وأكثر. هني خل أوريكم هني أيضا هذيلا شنو محمد؟ إيه كلها سؤالات إن شاء الله تصل بالاتصال الثاني أيضا في التحت. لا أنا أقصد هني الأسرة شنو هذه؟ السرائر يمشي يعني. وهني قسم العلاج الوظيفي للأطفال. هلا دكتور. هاي فاين ثانك يو. طبعا هني خل أقول لكم شنو عندهم. مع دكاترة متخصصين في مجال العلاج الوظيفي والتطبيقي للأطفال اللي يعانون من أمراض سلوكية، من نقص أكسجين، من شلل، من ضمور بالعضلات، من توحد، كثير أمور يعالجونها هني للأطفال. الله يحفظنا ويحفظ أطفالكم جميعا يا رب. واللي لا سمح الله عندها أي مرض من الأمراض اللي موجودة بالموقع الخاص بالويب سايت بماي لايف أو اللي أنا ذكرتهم تتواصل معاهم الحين. هني قسم النساء ومعاي الجميلة إكرام من عمان. هلا بالغالية، شلونك؟ ما عليك شر إن شاء الله، ألف لا باس عليك حبيبة قلبي. طبعا إكرام والدتها وأختها وبنوتتهم الصغيرة كل يوم أصبح عليهم الصبح هني بالمصحة بديتهم يهبلون من عمان. من وين تحديدا؟ مسقط ولا صلالة ولا ظفار؟ داخل. أيوة النعم فيكم جميعا. قولي لي شنو قاعدة تعالجين هني في المصحة؟ العمود الفقري. نعم. يعني العضلات بشكل عام والأعصاب وكل شيء. أوكي. كل شيء يعني تقوية. تقوية العضلات. أوكي. كنتي مسوية حادث ولا شنو؟ أيوة. حادث سيارة؟ أيوة. بسم الله. هو حادث يعني قديم لكذا كان احتجت حال هذه المصحة واجد. حبيبتي وشو شايفة الخدمات؟ واجد الحمد لله حبيبتي ألف أنا سلامة. بصراحة قبل يومين كنت بايا أرسل حال محمد إقبال رسالة شكر موجهة بإدارتهم لهذه المستشفى رائعة ما يقصر يعني الواحد يجي هنا ما يقصر مو الأكل مو هذا يعني هو معاناة السفر في هذا الأشياء صحيح. في الأكل في السكن يعني هذا شامل ومن غير إن السعر حلو وكل شيء حبيبتي يعني كله حلو الحمد لله ما شاء الله حليمة ولد ما مقصرة يعني مغطية وموفرة كل شيء يا حبيبتي يا تستاهلون يا بعد قلبي حقيقة ترى ما يعني هذا صح يعني مو اسمه كلامها 100% يعني ما امزح حبيبتي انا نادر اقيم مستشفى 10 من 10 او يعني اي شيء ما اقيمه 100% هني ايضا صاله كبيره للتمارين الرياضيه بس للامانه ما اقدر اصورها لان في صراحه يعني مرضى وللخصوصيه ما يبون احد يصورهم فكل الاحترام اكيد لطلباتهم ما اقدر اصور يا محمد محمد يأشر لي صوري ما اقدر اصور يا محمد ما اقدر باي سي يو ان شاء الله سون لاف يو اول ثانك يو فور ايفري